رجعنا لكم بعد الفاصل. الحلقة النهاردة عملنا كيش بالسبانخ والجبنة الفتة للانش بوكس. هنعمل دلوقتي كمان مافنز حلوة قوي بالكوسة. قلنا ان احنا الغرض من الوصفات بتاعت اللانش بوكس ان احنا دايما نخبي حاجة مفيدة جوة الوصفة. طيب النهاردة الوصفة عبارة عن كوباية ونص من الدقيق، حوالي حبة كوسة يعني متوسطة مبشورة ناعم جدا ومتصفية من المية. هحتاج حوالي 100 جرام من البسطرمة المفرومة، ممكن تستخدموا اي نوع من انواع البروتين سواء صدر فرخه يعني مسلوق ومتقصص صغير، شويه لحمه زي ما انتوا حابين. عندي بصل اخضر، عندي كوبايه تقريبا لكوبايه ونص من الجبنه الايدام المبشوره، ممكن توصلوا لحد كوبايتين مش هتخسر. عندي ربع كوب من معجون الزيتون الاسود المفروم اللي انا دايما بستخدمه في وصفاتي، ممكن تستخدموا الزيتون مفروم الحب عادي بس فرموه في الخلاط. عندي معلقه صغيره من البيكنج باودر، وعندي 3 ارباع كوب من اللبن او الحليب، ومعلقه كبيره من زيت الزيتون ورشه من الملح. ممكن تستخدموا يعني الوصفه دي الحلو فيها ان ما فيهاش بيض، فده نوع من انواع المافنز من غير بيض. هاخد بقى البوله وهبتدي بقى احط ايه. عندي الاول احط النواشف في الحاجات يعني المتقصقصه. عندي هنا البسطرمة، عندي الكوسة، يعني ممكن زي ما قلت بدل البسطرمة لانه البسطرمة ابتدى عليها قوانين كتير، منظمة الصحة والأغذية في العالم ابتدت تقول ان الحاجات اللي بتتجفف وبيتم البروسيس بتاعها بطريقة مصنعة ما بتبقاش سليمة وممكن تكون حاجة مسببات السرطان. هما ما ذكروش البسطرمة قوي، هما قالوا ان هي السوسج او النقانق والفرانكفورترز والسلامي والمرتديلا والحاجات دي، لكن لو جينا نحلل هنلاقي ان حتى البسطرمة بتدخل في السياق ده. احنا كشعب عربي البسطرمة بنستهلكها كتير، يمكن عشان كده انا دخلتها في الوصفة، لكن لو حابين نخلينا في المنطقة الكويسة السليمة ممكن نستغنى عنها في الوصفة ونحط أي نوع من أنواع البروتين. البروتين ده ممكن يكون لحمة مفرومة، ممكن يكون زي ما قلت فرخة صدر فرخة، ممكن يكون شوية جمبري صغننين كده اللي هو البيبي شريمب اللي بيتباع في الكيس ده يبقى مسلوق، ممكن ما يتحطش خالص وتتحط بداله أجبان مثلا زي الجودة زي الفتة أو اللي هو البروتين اللي شوية بيبقى من مشتقات الألبان. لكن يعني خلينا نقول إن أنا النهاردة حبيت أحط البسطرمة عشان بس هي أكتر حاجة بتدخل للبيت المصري والعربي عموما. عندي هنا الجبنة. بالنسبة للخضار برضو الكوسة ممكن نعوضها بالجزر، ممكن نعوضها بالسبانخ، بس احنا عملنا كتير الوصفات بتاعت السبانخ والحاجات دي. فعندي هنا جبنة إدام مبشورة، ممكن كمان الشيدر، ممكن الجبنة الإدام، ممكن الجبنة الشيدر أو الشيدر الصفراء أو الحمراء سواء، ممكن كمان الجبنة الجودة، ممكن أي نوع من أنواع الجبن اللي بتتبشر، بس المهم تكون من النوع اللي بيسيح في الفرن. عندي البصل الأخضر، يعني لازم تعرفوا إنه الهدف من اللانش بوكس أولاً يسهل المهمة على الأم ويحلي الدنيا للطفل، كمان يخليه ياكل حاجة يعني يوصل للخمس حصص بتاعت الفواكه والخضروات اللي قلنا عليها على مدار اليوم. يعني لو مثلا بعتي خلينا نقول مافن الكوسة ده بعتين فيه يعني نوعين من أنواع الخضار، حاطين بصل أخضر وحاطين كوسة، لو بعتي المافن ده وحطيته جنبه أو حطيتي جنبه بتاع حوالي 5 أو 6 حبات عنب، نص موزة، ممكن تزودي مثلا شيري توميتو جنبه، يبقى انت عملتي الخمس حصص بتوعك في اليوم للطفل وياخدهم من غير اي مشاكل. فاحنا ده اللي احنا بنحاول نعمله، نوفر الخمس حصص بتاع الخضروات والفواكه طول اليوم. فقلنا انه اللانش بوكس كمان وصفات اللانش بوكس الحلو فيها ان انت ممكن تنظفي التلاجة من حاجات كتير عندك، واحنا ادينا اقتراحات قبل كده كتير قوي للحاجات دي. قلنا ان احنا ممكن نعمل مافنز بالرز المسلوق البايت، ممكن نعمل بالمكرونة البيتة، ممكن نستخدم مثلا خلينا نقول المجمدات اللي هي بيبقى عندنا شوية بسلة مجمدة شوية جزر مجمد ممكن ندخله في الوصفات. عملنا كمان بانكيك بالخضروات، كلها حاجات يعني مش ضروري ان انت تلتزمي بالوصفة زي ما انا بديها. حلو جدا، انا يعني عارفة ان انا اخترت مكونات موجودة في كل بيت، بس برضو
لو عندك حاجة مش موجودة عندي أنا في وصفتي ممكن تتصرفي. شايفة إن ما عندكيش بصل أخضر ارمي دورة صفرة، ما عندكيش كوسة حطي جزراية كده. يعني عندي هنا الزيتون زي ما قلت، المعجون ده بحب أنا استخدمه لأن هو مفهوش ملح كتير. بعدين بقى إيه، هبتدي أضيف قلنا معلقة صغيرة من البيكنج باودر، هحط بقى معلقة كبيرة من زيت الزيتون، هحط الدقيق بتاعي، هحط كوباية اللبن اللي قلنا عليها، مش هحط او يمكن الملح هحط قليل لانه فيه زيتون، رشة الملح تمام، وهبتدي اخلط المكونات دي مع بعض. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، بالراحه كده. لاحظوا ان دايما خليط المافن بتاع او المافن الحادقه بيبقى تقيل شويه عشان اولا ينفش معانا، وثانيا كميه المكونات الصلبه اللي فيه بتبقى اكتر من السوائل. والحلو في الوصفه دي ان ما فيهاش بيض زي ما قلت، الناس اللي عندها حساسية من البيض بتستريح قوي على المافنز دي. تمام كده، ده القوام الهايل بتاع المافنز. هغسل ايديا ونيجي نوزعها على القوالب. اوكي، هنجيب بقى القالب بتاع المافنز، هدهنه بشوية زيت زيتون. طالما الوصفة فيها زيت زيتون يبقى نخلينا في الزيت الزيتون حبيبنا كلنا. تمام، وهدهن القوالب كويس قوي، يعني ممكن تستخدموا قوالب الكب كيك، ممكن تستخدموا كمان قوالب المافنز العريضة، بس عموما الطفل بيبقى محتاج يعني الحجم ده. يعني لو بعت اتنين من دول او حتى واحدة، والله انا ساعات ببعت واحدة بتبقى وجبة مغذية، لو كل لو الطفل مثلا شهيته حلوة ممكن تزودي اتنين، واعملي حساب بقى انه ممكن حد ياخد منه يديله قطمة وكده، فدايما حطي اتنين في السيف او في السل يعني كده تبقي مطمنة. خلوني اخد معلقة احسن. والمافن زي ما قلت احنا بنعليهم شوية على اساس ينفشوا جامد في الفرن، ما تقلقوش لانه مفيش مواد رفع كتير غير البيكنج باودر، وكمان كمية الحاجة الصلبة كتيرة فمش هيحصل فوران في الفرن مثلا ولا اي حاجة، العكس. وكل ما كانت المافن عالية كل ما كانت احلى. احنا ماشيين يعني لو عملنا الوصفة دي في قوالب الكب كيك بتدينا تقريبا 10 حبات، لكن لو عملناها في قوالب المافنز الكبيرة بتدينا 6 بالظبط. تمام، ريحة الزيتون وهمية قوي في المافنز دول، انا بحب قوي معجون الزيتون ده بصراحة. لو عايزين اسمه ممكن تبعتولي على الصفحة اقول لكم ان هو منتج مصري، ما هوش حاجة مستوردة مثلا. هنبتدي بقى ننظف، لانه مهم جدا ننظف التري بتاعة المافنز، لو دخلت الحاجات دي للفرن ممكن تتحرق ويتهيأ لنا ان الحاجة اتحرقت من تحت. وهدخلها الفرن زي ما بنسوي المافنز العاديين على درجة حرارة 180، نشغل الأول تحت لحد ما ينفشوا، وبعدين نشغل الشواية شوية، بتاخد تقريبا حوالي 20 دقيقة، مش كتير. وهسيبها تستوي. دي كانت حلقتنا النهاردة، عملنا مع بعض الكيش او الميني كيش بالسبانخ والريكوتا.
عملنا مافنز الكوسة بالبسترما، حتشوفوهم في الآخر في الفود شوتس. يا رب الحلقة تكون عجبتكم، تابعونا على مدار الأسبوع، هيبقى فيه وصفات حلوة قوي للنانش بوكس، هيبقى فيه أفكار بسيطة وسهلة والأطفال أكيد هيحبوها، والأهم من كده إن هي مليانة بالقيمة الغذائية، لأنه هنندس جوه كل وصفة كده نخبي حاجة معينة مفيدة للأطفال. أشوفكم الأسبوع اللي جاي، أو مش الأسبوع اللي جاي، خلينا نقول الحلقة الجاية، لسه الأسبوع طويل.